بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم خوتي العزاز اليوم ان شاء الله غادي نتشارك معكم وصفه ديال الميني كيك أه كتجي اكثر من رائعه أه كتنافس الوصفه الاصليه ديال الكيكه الفرنسيه المنمره غير هذه كدار بزبده نوازيت وهذه درتها بطريقه أه يعني مبسطه ومقادير متوفره في كل بيت باش تقدر كل سيده يعني أه تجربها وشي حاجه اللي كتجي جد جد رائعه الوليدات كيحماقوا عليها وخص وحتى الكبار حتى الكبار صراحه عجبتني النتيجه ديالها بزاف بزاف فبقاو معايا باش نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير بسم الله بالنسبه للمقادير عندي جوج بيضات كاس الا ربع سكر سنيده او سكر حبيبات نصف كاس زيت نباتيه نصف كاس حليب سائل ما يعادل 110 مل تقدروا تعوضوه بحك ديال دانون رشه ملح الدقيق وسط الفيديو ان شاء الله نقول لكم الكميه بالضبط شحال كيس من سكر فانيلا القشره ديال الليمون الحامض وجوج معالق كبار ديال الشعريه فيرميسيل هذه كتبقى اختياريه ولكن هي أساسية هي اللي كتعطي ديك المنظر مزيون وديك الشكيل الراقي هنا عندنا خمارة أونس ديال باكين بودر ما يعادل عشرة غرام هادو هما المقادير بالنسبة للطريقة بسم الله خديت واحد الإناء فيه رشيشة الملح البيض والفانيلا غنطربهم شوية ونضيف السكر ونستمر في التراب الطراب الكهربائي إيه ممكن تستعملو غير اليدوي غير هو غياخد غي شوية ديال الوقت غنبقى مستمرة حتى نحصل على هذا القوام هذا يعني يتضاعف الحجم ديال البيض واللون يصبح ابيض صافي هنا اخواتي غنضيف الزيت بالتدريج كنعلي يدي الفوق ونضيف الزيت على شكل خيط وانا مستمره في التراب حتى يتخلط لي مع باقي العناصر ومن بعد غادي نضيف ديك نص كاس ديال الحليب ونخفق خفقه يعني صغيره بزاف ما الخفق ملي نضيف الحليب هنا اخواتي كيف كتشوفوا كنضيف ديك القشره ديال الحامض وغادي نكمل التخلط فقط بالفوي او الخلاط اليدوي وغادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج يعني الدقيق راه ديجا عندي مغربل ورغم ذلك عاود غربلته مع الخمارات او الباكين بودر وكنخلط بالفوي من التحت للفوق باش نحافظ على القوام ديال البيض وعديك القوام يبقى لي مهوي بالنسبه للدقيق اخواتي الكميه غادي تدخل لكم ما بين 200 حتى ميتين 250 غرام انا بالضبط دخلي لي كاس زائد كاس الا ربع يعني القوام غيكون ما بين يعني الدقيقه تحتاج ما بين 200 غرام حتى 250 غرام هذه هي الكميه اللي غتحتاجوا كيف ما اخواتي ضفت معلقه ديال الخل وخلطت العناصر مزيان اخر حاجه كنضيفها هي هاد الشعليه مثال وكنحرك بالسباتول غير شويه ما نكثروش تخلط باش ما تدوبليش الشكلاط ديالي في ديك, ديك الخالط الخليط وهكذا ما غتعطينيش شكل زوين في الميني كيك صافي اخواتي مهم القوام ديال العجين كان باين هنا خديت لي مول ديالي كنت هناهم ديجا بالزبده ومرشهم مزيان مزيان بالدقيق ونفضت ديك الفائض ديال الدقيق باش ما يضيعليش الشكل ديال الكيك وكنخوي الخليط وكنخلي واحد النسبة ديال الفراغ كيف كتشوفوا يعني واحد نص سنتيم ولا وفي نفس الوقت ديك الدائره اللي عندي في الوسط كنغطيها باش الميني كيك ديالي منين يطيبوا في الفران ما يجيونيش مثقوبين انا حاجتي يجوني مسدودين باش نعمرهم صافي اخواتي هنا دخلتهم الفران شاعل من الفوق ومن التحت مسخن مسبقا على 170 درجه وغادي نخليهم حتى يعني حتى ينتفخوا كيف كتشوفوا هنايا ويبداو الوجه ديالهم كيتحمر وعاد غنطلع الطاوه ديالي الفوق يعني نقربها كيف كتشوفوا هنايا نقربها للجهه الفوقانيه باش يكملوا التحمر ونخرجهم من الفران ان شاء الله الميني كيك ديالي بعد ما خرجته من الفران هذا هو الشكل ديالو كيجي كي فيهم ديك الشكل غزاله البنات وديك اللوين ذهبي ما تفوتوش فيهم الطياب شفتي البنات كيف كيجيو كي مسفجين مهويين و, و... القوام ديالهم اسفنجي الا إيه كثرتو فيهم الطياب البنات وعطيتوهم العافيه غادي يجيكم ناشف او الا إيه بغيتو تقولوا قاصح نوعا ما فقط ياخذوا ديك اللوين الذهبي ديالهم بركه من الطياب وضروري قلت لكم فاش تكونوا كتخويو في المول تغطيو ديك ديك الدائره اللي كاينه في الوسط باش يجيوكم مسدودين الا إيه درتو الكميه الخليط قليله في المول راه غيجيوكم متقوبين وبالتالي ما يمكن لكمش تعمروهم شوفوا البنات كيف كيجي كي وكيجي ديك الشكل ديال ديك ديال ديك فيغميسيل شوكولا باين فيهم يعني كيعطيهم ديك الشكل منمر بالنسبه للحشو الحشوه الاولى البنات هنا غنستعمل واحد 50 غرام ديال لا كريم فريش اللي سخنتها مزيان وضفتها على 50 غرام ديال شوكولاته سوداء وغنخلط مزيان مزيان هاد العناصر مع بعضها حتى نتحصل على هاد الكاناج كيف كتشوفوا او عفوا كلاصاج وغادي نعمر به الميني كيك ديالي انا هنا غنعمر فقط ربعه وبالنسبه اللي غادي دير هاد الحشو هذا حاولوا تكونوا شويه سرع حيت ديك الكلاصاج مع الحال بارد راه غادي يبدا ينشف او ييبس وبالتالي الشكل ديالو ما غاديش يكون زوين في, في الميني كيك ديالكم يعني حاولوا تعمروهم بسرعه باش ما ينشفش معكم الخليط صافي كنخوي البنات وكيف كتشوفوا كنخبطهم شويه هكا باش كيتسرح ديك الكناش من الفوق هنا اخواتي كيف كتشوفوا الكميه الاخرى كنعمرها كانت عندي انا لا كريم فريش ديجا مطربه مع الماسكاربون ولا عفوا ماشي لا كريم فريش شونتي بودره شونتي كانت عندي مطربه مع شويه ديال الحليب راكو عارفين والماسكاربون عمرت بها حتى هي هكا باش نعطي يعني اشكال مختلفه للميني كيك ديالي راكو عارفين كل ما زوقنا اكثر كل ما العين كتعشق اكثر وخصوصا بالنسبه اللي عندهم اطفال صغار يعني كيبغيو حاجه اللي تغريهم صافي اخواتي هنا كيف كتشوفوا خديت فريز قطعته على اربعه وكنزين هادوك اللي الحب دوك الميني كيك اللي عندهم الحشوه ديال الكريمه كنزينهم باربعه ديال الفريز وهادو اللي عندهم الحشوه ديال الكلاصاج كنزينهم بطريفات ديال الكركاع او عين الجمال. هانتوما كيف كتشوفوا شكيل ديالهم البنات فعلا كيجي راقي زوين زوين بزاف اما المذاق فلا فاش غنقول ولا اروع صراحه عجب بناتي بزاف مهم كيجي لذيذ انا انا شخصيا عجبني بزاف بزاف وهاد الوصفه فعلا كتنافس او كتقارب الوصفه ديال الميني كيك ديال الميني كيك المنمر او الوصفه ديال الكيك الكيك الفرنسي عفوا فغير هذه فيها الزبده نوازات يعني كان الزبده حتى كتولي للنوازات هذه خدمتها بطريقه جد جد مبسطه باش تكون في متناول جميع الاخوات ان شاء الله فما تبخلوش عليا اخواتي بلايكات والتعليقات الطيبه ديالكم والبارتاج باش تكبر القناه ديالنا ويعني ويتعرفوا ناس اكثر على القناه ويستافدوا ناس اكثر من الوصفات المقترحه في القناه هنا فتحت معكم هاد الحبه هذه وكان هذاك الكلاصاج البنات مازال ما, ما نشوفش يعني يلا كان مازال دافع هذيك شي كان كيسيح وهنا فتحت معكم واحدة من هادوك اللي معمرين بالكريمة باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل فإلى هنا غنقولكم إلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله وما لايك وتعليق والبرتاج